بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندعو دائما بدعاء الإمام الصادق عليه السلام للحصول على رضا الله سبحانه وتعالى ورضا صاحب الزمان سلام الله عليه. هذا الدعاء الذي علمه الإمام الصادق عليه السلام لصاحبه داود الرقي عندما سأله داود: كيف أحصل على رضا الله؟ كيف أحصل على رضا إمامي؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: قل: اللهم رب إمامي وربي، وخالق إمامي وخالقي، ورازق إمامي ورازقي، ارضى عني وارض عني إمامي. فإذا رضي الله عنك ورضي صاحب الزمان عنك فتح لك أبواب الخير جميعا وقضى لك كل حاجة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يقضي لنا ولكم كل حاجة بإذن الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، إني أرجو منك أن تعلمني الاسم الأعظم. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تعرف الاسم الأعظم عليك بتلك الآيات، واستقبل القبلة وادعو بما شئت، فاسم الله الأعظم فيها، وإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك في كل حاجة في قلبك. لأقرأ لكم الرواية: ذكر أن الإمام الصادق عليه السلام جاءه رجل وقال له: يا ابن رسول الله، هل لا تعلمني الاسم الأعظم؟ فقال: بلى. فقال: اقرأ الحمد والتوحيد وآية الكرسي وسورة القدر، ثم استقبل القبلة وادعو بما أحببت وبما شئت، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك. تقرأ سورة الحمد، ثم بعد ذلك سورة التوحيد، ثم بعد ذلك آية الكرسي، ثم سورة القدر، ثم استقبل القبلة وادعو بما أحببت، فإن هذه السور تحمل الاسم الأعظم لله عز وجل. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.